الحرية في انتقاء المستفيد لما يحتاجه من الألبسة كانت السبب الرئيسي الذي دفع بمؤسسة سبل السلام لإنشاء متجر الألبسة المجانية في ريف إدلب، حيث يأمل القائمون على هذا المشروع أن يساهم في تخفيف جزء من معاناة السكان، كما يساعدهم على تحمل جزء بسيط من تكاليف الحياة في بلد أنهكته الحرب. تم إنشاء هذا المتجر المجاني تحت مشروع ظلال الخير، وكانت فكرة هذا المتجر صراحة هي نتيجة الوضع الإنساني الذي نعيشه، وكنا نلاحظ دائما أن العائلات وخاصة عائلات الشهداء والمعتقلين وأصحاب الحاجات الخاصة والفقراء تأخذ شيء بأشياء ملزمة بها، فأحببنا أن يكون هناك فكرة جديدة بحيث تكون هذه العائلة لها الخيار في انتقاء ما يناسبها. يعتمد المركز في عمله على قسائم تصرف شهريا يتم انتقاؤها وفق معايير محددة كعدد أفراد العائلة ووضعها المادي، بالإضافة لتخصيص قسم كبير من القسائم للنازحين من باقي القرى والمناطق المجاورة. أول شغلة آلية العمل ما كانت متوفرة النهاية، وما كنا نلاقي هالشيء، يعني نحن جينا لهون تفاجأنا كثير، هذا الشيء اللي شفناه أول مرة بنشوفه، يعني تأمين الغرض وتأمين الإيصالات، فتنا على الباب أعطونا إيصالات نظامية وأعطونا تواقيع نظامية تواريخ ومواعيد نظامية، وفتنا اللي بدنا إياه يعني أخذناه في كل رياحية الحمد لله. الكلة ترتيب النستوان لحال، الأطفال لحال، الرجالية لحال، يعني كلها مرتب. تنظيم العمل الإغاثي واعتماد أساليب جديدة في توزيع المواد الإغاثية بات واقعا فرض نفسه في ظل تزايد فصول المعاناة في بلد يحلم سكانه بقضاء ساعة واحدة دون أن يطرق الموت بابهم. سليمان عيد، حلب، اليوم، ريف إدلب.